فوضي خويا نوار عطونا كلمه كي داز البرنامج. الحمد لله شنو زوين داز رائع مع هذا السيد الرائع الله يعمر دارو وانا عزيز عليا وحصل لي شرف باش نكون الحمد لله شوف السي علي من الحجام يعني واحد المده تقريبا ديال شي 14 سنه وانا كنتمنى باش نشوفو وفي الحمد لله دابا ملي جينا شفناه وحصل لنا شرف تلاقينا معاه هذا راه الحمد لله يعني مرحبا مرحبا حنا اللي شرف لينا تحضر معنا استاذ انجاز هذا الله يبدي السي سفيان نوار واش غادي نقول لك تحياتي ليك وكنشكروك وكنشكر البرنامج كامل اللي كان اليوم والطاقم التقني كنشكركم كاملين وكنقول الاذاعه ديال راديو بليس كنشكركم لانكم عطيتوا الفرصه لواحد الفنان اللي هو هرم يستاهل ويستاهل يجي لهذا الراديو كنشكركم بزاف يستاهل وما خداش حقه مازال خصو ياخذ اكثر ان شاء الله باذن الله غيكون على الخير ان شاء الله والبدايه بدات من هنا ومازال خير ان شاء الله ومازال العديد شكرا انتم على الحضور ديالكم ومازال غادي نستضيفكم مازال ان شاء الله نستضيفكم يلاه تهلاو ليا فرصه.